احنا من دماغنا معانا كريم احمد، زميل عزيز من جنوب افريقيا. كريم، اهلا بيك يا كريم. مرحب بيك يا اخوان، بكل الساده المشاهدين. ايه الاخبار؟ طمنا بقى، انت عارف الجماهير المصريه كلها والجماهير الاهلاويه خصوصا عايزين يطمنوا على بعثه النادي الاهلي ومسار ومدار من يوم وصولهم. طمنا. طبعا في البدايه طبعا اطمنك على كل البث، انا بعتذر طبعا على الصوت شويه في البدايه، انا كنت نازل برد كده، لكن طمن كل جمهور النادي الاهلي كالعاده من خلال شاشتنا، شاشه قناه النادي الاهلي، الاخبار والكواليس هنا في جنوب افريقيا. رحله كانت الميديا يعني نقدر نقول 9 ساعات منذ انطلاقنا من مطار القاهره، 8 ساعات بالطائره الخاصه، والقرار المميز اللي اتكلمنا عليه طبعا من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بتوفير طائره خاصه لعيبه النادي الاهلي مع الارحاء الارهاق الكبير جدا وتلاحم المباريات الكبير من مباراه الاتحاد الاسكندري ومن قبلها كمان مباراه الزمالك، واكثر من اسبوع في الاسكندريه لعيبه النادي الاهلي، وكمان سفر بترانزيتات هيبقى الامر كان صعب جدا. ففي البدايه طبعا كان اختيار موفق للطائره الخاصه اللي توجهت بالفعل في 8 ساعات الى مطار جنوب افريقيا. مجرد وصولنا الى المطار 40 دقيقه او 45 دقيقه كابتن ميدو، وصلنا الى فندق الاقامه. فندق الاقامه مميز جدا كالعاده، الدور الكبير اللي بيقوم به الكابتن سمير عدلي اللي بيكون متواجد هنا في جنوب افريقيا وفي كل ايضا كمان المباريات الخاصه بالبطوله الافريقيه، امين الصندوق رئيس البعثه الاستاذ خالد البرنزالي، تنسيق كبير وعلى اعلى مستوى مع سفارتنا هنا كمان كابتن محمد سعد، يمكن هو عضو بيت المصريين هنا، بيقوم بدور كبير جدا جدا مع لعيب النادي الاهلي اشاد بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ، وشكره اكثر من مره سواء في فندق الاقامه وايضا كمان في التدريب الاول لفريق النادي الاهلي النهارده. التدريب الاول كابتن ميدو النهارده كان على ملعب جامعه السواني للتكنولوجيا، ملعب مميز، نجيلته مميزه جدا، جنوب افريقيا بتتميز بالملاعب، عندها يمكن منشآت عاليه جدا وبيهتموا بالرياضه بشكل كبير، عندهم طبعا لعبه الرجبي نمره واحد مع كره القدم، لكن كره القدم هنا لها شعبيه كبيره جدا، بيهتموا بكل الملاعب. النهارده مستر مارتن والجهاز الفني بالكامل قبل انطلاق المران قراءه الفاتحه كعاده لعيب النادي الاهلي قبل المباريات وقبل التدريبات في البطوله الافريقيه. النهارده نقدر نقول تدريب كان شقين، يعني جزء حاول ان هو يريح فيه مستر مارتن العناصر الاساسيه وبعض العناصر اللي بيعتمد عليهم بشكل كبير في المباريات، وجزء ثاني تخللوا بعض التكتيك، مركز مستر مارتن بشكل كبير على اللي نقدر نقول واحد بواحد اشتغل عليها بشكل كبير، التغطيات العكسيه النهارده كانت في التمرين كان بياكد عليها، الباك رايت والباك ليفت لابد يكون مركز جدا في ال 18 التغطيات العكسيه، ايضا كمان المان تو مان يعني نص الملعب كمان، المان تو مان ده هيبقى واضح جدا في المباراه ان شاء الله باذن الله، لعيبه النادي الاهلي تكون في قمه التركيز في هذه المباراه. نقطه مهمه جدا عايز اتكلم معاك كمان فيها كابتن ميدو مع الجمهور، وهي الحشد الكبير اللي بيحاول نادي ماميلودي سان داونز ان هو يحشده ليه جمهور سان داونز في هذه المباراه. التذاكر كانت عند 100 راند كالعاده ان هي تكون في كل المباريات، وصلت الى 20 راند، وقالوا كمان اللي هيلبس شيرت سان داونز وهيكون يعني متواجد امام الاستاد هيدفع 20 راند ويخش، او ممكن يخش كمان بدون اي مقابل لتشجيع فريق سان داونز. الاستاد كمان يعني عايزين نتكلم من نوع الاستاد، استاد مميز بيدفع الى 29,000 مشجع، الاستاد هيكون ممتلئ على الاخر، مش هيبقى موجود ال 29 لا هيبقى موجود 25، ده اللي احنا اتكلمنا عليه هنا وسالنا عليه، قال الامن بيحاول ان هو لو الاستاد في 4,000 زياده بيحاول ان هو يصل الى العدد الاقل، وهو 25,000 هيكونوا متواجدين في هذه المباراه. التذاكر كلها يعني خلاص يمكن يعني بيعت كلها كابتن ميدو بالنسبه لملعب لوكاس موريبي، ده الملعب اللي هيستقبل المباراه يوم السبت في تمام الساعه 3 عصرا. طبعا انت من خلالك بنأكد بعد المباراه متغير، ويوم المباراه اتغير يوم 6 كان يوم 5 بقى يوم 6، المباراه كانت الساعه 6 بقت الساعه 3. الجو العام هنا كمان عايز اطمنك عليه جو مميز، كنا يعني خايفين ان يكون في رطوبه عاليه جدا هنا في جنوب افريقيا، لكن الجو صباحا بيكون مميز جدا، الشمس بتكون طالعه لكن الرطوبه قليله. يوم المباراه في تحذيرات الناس بتقول هيبقى فيها امطار والرطوبه هتبقى عاليه، لكن ان شاء الله بشكل عام الجو العام يكون يوم المباراه موفق. تركيز كالعاده يا كابتن ميدو هي سنه معسكرات فريقا للنادي الاهلي، هدف وحلم كبير لكل الجمهور، وهي البطوله الافريقيه، البطوله مختلفه عن بطوله الدوري العام، حسابات فنيه معنويات ودوافع لكل اللعيبه. ان شاء الله كابتن ميدو النادي الاهلي يكون موفق، مستر ماركن باذن الله يختار التشكيل الامثل لعبتنا ان شاء الله على قدر المسؤوليه، وباذن الله كابتن ميدو نعود من هنا بنتيجه طيبه تساعدنا في مباراه العوده ان شاء الله. انا معاك يا كابتن ميدو يا رب يا كريم، ان شاء الله كلنا امل وكلنا بنراهن دايما على النادي الاهلي، ودايما بقول ان احنا بنراهن على النادي الاهلي يعني طبقا للتاريخ، التاريخ كل ما راهننا على النادي الاهلي كان لعيبه النادي الاهلي عند حسن ظننا دايما. لكن تعالى نرجع لموضوع التمرين يا كريم عشان بس نبين للناس، انت بتقول لي كان في تدريبات واحد ضد واحد وكان في تدريبات شبه مان تو مان في نص الملعب، اكيد التمرين دي ما كانتش اللعيبه الاساسيه.
او اللعيبه اللي بتلعب اسف يعني يعني عشان اكون عند بالظبط عن التعبير اللعيبه اللي مش بتلعب المباريات بالظبط بالظبط. انت عارف طبعا باكد على كلامك انت لعيبه النادي الاهلي مش اساسي واحتياطي لكن كريم مارتن بيعتمد على عدد كبير من اللاعبين بيعتمد على عدد معانا كريم ولا الاتصال راح حاول ان هو كابتن ميدو سامعني كريم معايا كابتن ميدو معاك يا كابتن ميدو سامعني سامعك كده تمام باكد لك طبعا انت عارف يا كابتن ميدو النادي الاهلي يعني من خلالك اللاعب اساسي ولا احتياطي ما فيش الكلام ده لكن مستر مارتن بيعتمد على عدد كبير جدا من اللعيبه اللي بتوصل التدريبات والمباريات بشكل مستمر. النهارده يمكن حاول ان هو يعني يبقاش في تدريبات قويه ليه يعني ناصر وسعد رمضان شحات عدد من اللعيبه ما شاركوش بكل قوه كمان الجزء الاخير من المران كنا شفنا اللعيبه اللي انا بكلمك عليها واللعيبه اللي شاركت بالتحديد في المباراه الاخيره كانت لابسه الجزم الفلات بتاعتهم بتجري يعني ريكفري على مخطط الاحمال. الكساندرو النهارده حاول ان هو يريح بعض اللعيبه وفي نفس الوقت يبقى فيه جزء تدريبي للعيبه كمان لكن ما كانش في قوه ما كانش في امور فيها تدخلات ما كانش في تقسيمات قويه الامور كانت بسيطه النجيله كانت عاليه شويه لكن الارض كويسه يعني نجيله الملعب كانت عاليه شويه فبرضه تجنبا يبقى في اي كرامبات او كده فمستر مارتن حاول ان هو في جزء تدريبي تكتيكي وايضا كمان جزء بدني بسيط جدا. بكره اللي هيكون التدريب الاساسي والرئيسي لفريق النادي الاهلي على ملعب لوكاس موريبي اللي هو يستقبل المباراه. عايز اكد على ميعاد التدريب بكره المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني بالنسبه لي الغد الاجتماع الفني هيكون في تمام الساعه 12 دور انما بتوقيت جنوب افريقيا مفيش اختلاف في الوقت يا كابتن ميزو يمكن الوقت عندنا نفس الوقت الوقت عندنا في مصر نفس الوقت هنا في جنوب افريقيا. تمام المؤتمر الصحفي بحضور مستر مارتن كابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي الساعه 2:30 هيبدا المؤتمر الصحفي الساعه 3 وهو ميعاد المباراه الرسمي هيكون تدريب فريق النادي الاهلي الاخير على استاد لوكاس استاد مميز ان شاء الله باذن الله بكره كالعاده طبعا هيكون في 15 دقيقه لكل وسائل الاعلام بعد كده مستر مارتن هيبدا ان هو يشتغل على جزء تكتيكي الامور كلها مطمئنه يا كابتن والاجواء كلها ان شاء الله باذن الله مع النادي الاهلي تنعكس عليهم بشكل كبير. كل الامور الاداريه كابتن سيد بيقوم بدور كبير المهندس خالد الجرنداني امين الصندوق الكل بيشتغل والله كابتن ميدو بكل قوه وكل جديه هدف وحيد وهو ان شاء الله نعود من هنا بنتيجه طيبه تساعدنا ان شاء الله في مباراه العوده باذن الله كابتن يا رب يا كريم. دلوقتي البعثه متواجده عند سيادة السفير ولا لسه ما توجهتوش هناك؟ احنا لحظات يعني نقدر نقول في خلال 10 دقائق هنتوجه الى السفير البروتوكول المعتاد معالي السفير طبعا شريف عيسى سفير مصر هنا في جنوب افريقيا وجه الدعوه للمهندس خالد برندلي رئيس البعثه الاستاذ جمال جبر مدير قناه الاعلام المركز الاعلامي وقناه الاهلي كالعاده بتكون متواجده في هذا البروتوكول تسليم الدروع. السفير بيقوم بدور كبير قبل ما نكون متواجدين هنا في جنوب افريقيا تنسيق كامل مع الكابتن سمير عدلي وايضا كمان كابتن سيد والمهندس خالد برندلي هنكون متواجدين هناك ان شاء الله مع السفير وباذن الله في خلال الحلقه نحاول ان احنا كمان نكون معانا السفير نعمل لقاء ونطلع معاه زي كابتن ميدو باذن الله. انا مستنيك يا كريم انا دايما انت عارف انا بستناك دايما على طول يعني عارف ان انت ما شاء الله بتغطي تغطيه مميزه دايما وبتعمل لنا لقاءات حصريه مستنيين اللقاءات لكن الحمد لله كل اللعيبه الحمد لله ما فيش اي مشاكل التمرين خدوه كل اللعيبه الحمد لله وطلعوا سلام ما فيش اي اصابات الحمد لله كله تمام عشان اطمن كل الجماهير. بالظبط يا كابتن ميدو اكد على كلامك ما فيش اي حاجه لفريق النادي الاهلي اللعيبه يمكن فتره راحه النوم اللي ناموها ان احنا وصلنا الساعه 12 بالليل على مجرد وصلنا لفندق الاقامه اللعيبه يمكن ناموا بشكل كبير فالتمرين النهارده كمان ما كانش في اي تدخلات اللعيبه الحمد لله ما حدش اشتكى من اي كرامبات ما حدش اشتكى من اي اجهاد مختص ثلج كالعاده يمكن بيتم تجهيزه او تم خلاص للعيبه النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه بحيث ان هم يرجعوا من التدريب مباشره يكون في مختص ثلج مستديهم يعني شغل ريكفري بيتعمل بشكل كبير يا كابتن ميدو لكن يعني بنعذر كل لعيبه النادي الاهلي التلاحم الكبير والسفر والضغط ده لكن ان شاء الله شفت النادي الاهلي غير وشخصيه النادي الاهلي مختلفه وروح الفانيله الحمراء مختلفه بشكل كبير مع كل لعيبتنا يا كابتن ميدو. ان شاء الله كريم كل التوفيق واكيد مستنيين انتصار باذن الله باذن الله ونتيجه ايجابيه باذن الله في مباراه السبت. هنستناك لو في لقاءات معاك ونتواصل معاك على طول. زميل العزيز كريم احمد شكرا جدا على هذه المداخله.